عايز اعرف بقى، هل انتوا بتلعبوا الرياضات دي من صغركم ولا لما كبرتوا بداتوا تلعبوا الخمس رياضات؟ خمسه يعني كتير. مثلا احنا الاول انا مثلا بدات عندي 8 سنين، اغلبنا بيبتدي واحد عندها 8 سنين بتدي مثلا تلعب جري وسباحه الاول لحد مثلا 12 11 سنه 12 سنه، بتدي واحده واحده تضرب رمايه، تتعلم سلاح لعبتين كمان، إيه لو اتعلم البيزكس ازاي تمسك الطبانجه، ازاي تقعد انجارد في السلاح، ازاي تجيب تحرك ازاي كده. بعد كده مثلا من اول 16 سنه تيجي بقى تتعلم اللي هو لا انا هخش بطولات، انا هتعلم ان انا ازاي العب بطوله سلاح، ازاي العب بطوله رمايه، ازاي اخد خبره يعني ان انا اجهز، لان انا 18 سنه بيبقى عندي بطوله العالم. بعد كده بعد 18 سنه ابتدي بقى ايه الفروسيه بقى، انت دخلت على الفروسيه عشان بعد 18 سنه لازم تلعب فروسيه لان البطوله فيها فروسيه. فلازم انت تتعلم ان انت مش ينفع ركوب الخيل بالظبط كده. ما شاء الله. بس انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، الرمايه بيبقى فيها في اللي هو بالمسدس وفي اللي هي بالبندقيه. لا احنا مسدس. مسدس. والسلاح طبعا اللي هو سلاح الشيش عشان الناس اللي متابعينا يبقوا فاهمين. تمام. جيد جدا.